الآن يناديك المنبر منبر فاصبح بالحق ولا تحذر فمقامك هذا لو تدري هو أعظم الله أكبر الله أكبر أعلنها للناس الآن وانصر مظلوما قد هانا كم أبكى المنبر خطبا لم يخش سوى الله بحق فتاه الناس محبينا الآن يناديك المنبر منبر أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك وإن أمسى لا أنسى هذا اليوم الذي مر فيه مدير المعتقلات كان في مصر إدارة تسمى إدارة المعتقلات مر بنا مدير المعتقلات ونحن في العنبر رقم 4 في سجن طرى فوجد صفيحة تراكم عليها الصدأ وفي قاعها بعض حصاة منه فنادى على قائد المعتقل وقال أتحضر لهم ملحا هل هم يقضون مدة العقوبة ليتمتعوا بالملح حسدنا على الملح الخشن لم يرضى لنا سيادة المدير أن نذوق ملحا تراكم عليه الصدأ وأكل عليه الزمان وشرب واستنشق وتمضمض والله يعلم أن سيادته تنتظره سيارة فاخرة خارج السجن وتنتظره فيلا أنيقة وصهرة حمراء يقضيها في الدنيا لتكون امتدادا له في العذاب يوم القيامة كان أحدهم يدخل علينا والحر في أغسطس تكاد تميز من الغيظ فيغلق عليك الزنزانة ويتركك ناظرا إليك نظرة السخرية ليستنشق نسيم الأنهار والبحار ليقضي الأيام على شواطئ البحار يا هذا لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك تنام عينك تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وعين الله لم تنم إن مصر كانت كما قال مولانا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله عندما ظلمت وعندما بطشت وعندما سلبت وعندما نهبت فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لم يقل فألبسها الله لباس الجوع والخوف إنما قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لو قال ألبسها لباس الجوع والخوف لكان اللباس من فوق جسدها
ولكن اذاقها اللباس. الاذاقة تكون في اعماق النفس، واللباس يكون متمكنا من خارج النفس، فهي في الداخل والخارج جوع وخوف بما كانوا يصنعون. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، فكانت النتيجة كما مرى. عندما القي بيان منذ ايام في مجلس الشعب، كان الشعب كله ينتظر من رئيس الوزراء كلمة واحدة لا ثانية لها. كل الجالسين حول اجهزة الاعلام كانوا ينتظرون كلمة واحدة لا يريدون سواها، الا وهي ان يقول لقد رفعنا المرتبات، ولكن لم يسمعوها. وقال اننا سنلغي الادخارات على من قل مرتبه عن 30 جنيها. قال احدهم يجب ان يكون الالغاء عن الكل، فقال ان هذا يكلفنا الكثير. وقاموا يجرون وراءهم ازيال الندم. يا معاشر السادة، لا تسألن بني ادم حاجة، وسل الذي ابوابه لا تحجب. الله يغضب ان تركت سؤاله، وترى ابن ادم حين يسأل يغضب. ان عمر بن الخطاب لما تناول الخبز والملح قال لعامله خيرا فيما اتيتنا؟ قال له يا امير المؤمنين، هذه هدية ارسلها امير اذربيجان اليك. ففتحها امير المؤمنين فاذا هي علبة بها بعض الحلوى. احد الامراء يريد ان يقدم هدية لعمر، واذا بعمر يوجه هذا السؤال للعامل: اكل المسلمين اعطيتهم هكذا؟ قال يا امير المؤمنين، ان هذه الحلوى لا تصنع الا في هذا الاقليم فقط، وهي خاصة بك. وظن ان هذا الكلام سيلين اعصاب امير المؤمنين، ولكن اذا لان الحديد فلن تليم اعصابه امام الحق. انه الرجل الذي كانت تتحرك الجبال وهو لا يتحرك ابدا امام الحق. انه الرجل الذي كان ينادي: يا ليت امي لم تلدني، ليتها كانت عقيمة. اكل المسلمين اعطيتهم هكذا؟ قال لا. قال اذا فاذهب بهذه الحلوى وفرقها على فقراء المسلمين في مسجد رسول الله، وقل لاميرك عمر يقول لك: ان عدت الى هذا العمل مرة اخرى فلأنزلن بك قاصمة تقصم فقار ظهرك. هذا هو الضمير، وهذا نداء الضمير. ان النبي لم يبدأ بتكوين حزب، ولم يبدأ ببناء مصنع، انما بنى مصنع الضمير اولا. علم الناس ان يشعروا بان هذا حلال وان هذا حرام، ولا يمكن ان تقوم للاخلاق قائمة ما دامت اجهزة الاعلام على وضعها الحالي. لا يمكن. بالسنا والشروق، فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق، فإني أمين لعهد الوثيق. أخي فامض لا تلتفت للوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت ها هنا أو هناك، ولا تتطلع لغير السماء، ولا تتطلع لغير السماء.
فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستغلى ولن نستباح وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح أخي إن ترفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك